السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا وقفنا عند نهاية تحضير النيترو كومباوندز، وقلنا يا اما دايركت يا اما اندايركت، والدايركت ده ان انا بعمل نيتريشن، لكن الاندايركت بيبقى عندي مجموعة امينو وبأكسل. خدنا الاندايركت وقلنا يا اما على وان ستيب يا اما تو ستيبس. تعال نشوف بقى بعض التطبيقات للاندايركت نيتريشن هتفيدني في تحضير مركبات بمعلوماتي الحالية انا ما اقدرش ان انا احضرها. بص المركب ده كده، بارا دينيترو بنزين، او لو كان مثلا اورثو دينيترو بنزين، يعني اتنين اورثو بعض. طب ايه مشكله المركب ده؟ مشكله المركب ده ان مجموعه النيترو ميتا دايركتنج، فانا هعمل نيتريشن للبنزين هيديني نيترو بنزين تمام، لكن لو جيت اعمل نيتريشن المره الثانيه المفروض النيترو الثانيه تدخل هنا في المكان ده هتديني ميتا دينيترو بنزين، لكن ده هنا لا، ده بارا بقى. طب احضره ازاي؟ طيب نبدا يا سيدي بالانيلين. الانيلين ده لما اقول لك على السهم هنا اسيتيك انهيدرايد، لو تفتكر كده ده اللي كان في الفيديو اللي فات AC2O، اللي هو اثنين اسيتايل وبعدين معاهم او، ما هي ما انا قلت لك ساعتها ان الاسيتايل CH3CO، فهو هو ده الاسيتيك انهيدرايد. يبقى على طول ده تعرف كده ده ايه، ده البروتكشن، ده البروتكشن اللي بيحافظ على الخصائص ولا اللي بيغير؟ لا ده اللي بيحافظ، فهيقوم يديني الاسيتانيلايت اللي هو المركب ده NHCOCH3. طيب ما تيجي نعمل له نيتريشن. طب ليه عملت سهمين؟ لان المجموعه دي بتوجه اورثو وبارا. طيب هي لما بتوجه اورثو وبارا يبقى هيديني هنا او هنا اهو بالظبط كده. طب تفتكر مين فيهم اقرب في الشكل للبرودكت النهائي اللي انا عايزه؟ هل ده ولا ده؟ لا طبعا هو ده اهو، ده في مجموعتين قصاد بعض، يعني لو انا المجموعه اللي فوق دي نجحت اني احولها لمجموعه نيترو خلاص بقى ده البرودكت. فاقوم انا واخد اللي تحت ده وانا قاصد ان انا اعمل لك هنا هيدروليسيز للمجموعه دي بصوديوم هيدروكسيد، لان انا لو تفتكر في الفيديو اللي فات قلت لك البروتكشن انا اقدر اشيلها هنا في اسيدك ميديوم واقدر اشيلها كمان في بيزك ميديوم، ودي من مميزات البروتكشن بمجموعه الاسيتايل ان التخلص منها سهل. ففي البيزك ميديوم يبقى انا كده ايه، بشيل البروتكشن، يبقى هيديني البارانيترو انيلين عظيم جدا. طب هل انا اقدر احول ال NH2 دي الى مجموعه نيترو؟ ايوه يا سيدي، ما احنا لسه واخدينها والله على خطوتين او على خطوه واحده. الخطوه الواحده كانت بالبروكسي تراي فلورو اسيتيك اسيد. طب لو عايز اعمل خطوتين يبقى الاولى كاروس اسيد، ده هيحول لي الامينو لنيتروزو، وبعدين بعد كده باستخدام النيتريك مع الهيدروجين بروكسيد هيقوم يحول لي النيتروزو الى نيترو، وقدرت ان انا اجيب بارا دينيترو بنزين. عظيم جدا، يبقى المركب ده انا ما كنتش اقدر اجيبه بالاحوال العاديه، ولكن نجحت ان انا اجيبه باستخدام الايه؟ باستخدام الاندايركت نيتريشن تكنيكس. طب ما تيجي نشوف بقى تفاعلات النيترو جروب، ان انا اعمل لها ريدكشن، والريدكشن دي لازم تبقى انت فاهم ان هي على كذا خطوه. النيترو عشان تتحول لامينو هي الاول تفقد اكسجين يديني نيتروزو، وبعد كده نزود 2 اتش ندخل 2 اتش، فهنا في اتش خلي بالك، هنا ان اتش هو اتش هيدروكسيلامين، وبعدين بعد كده اشيل الاكسجين اللي فاضله فيديني الامينو. طب ده بيحصل ازاي؟ عن طريق ميتل واسيد زي اس ان او زي زد ان مع اتش سي ال او هيدروجين ونيكل، اي ريدكشن تقريبا هيحول لي الان او 2 لان اتش 2، سهل التفاعل يعني. ولكن خلي بالك زنك و اتش سي ال تمام اهو، فانا جايب لك ان بقول لك ان البي اتش، يعني انت لو اتش سي ال ده بس غيرته هيفرق في درجه الريدكشن. يعني ازاي يعني؟ يعني ده النيترو بنزين هاخدها لك من اول زنك وموتر، زنك ووتر، طب وبعدين زنك وامونيوم كلورايد انا عمال بغير لك في البي اتش، طب وزنك و اتش سي ال تمام دي اللي خدناها، طب وزنك وصوديوم هيدروكسيد، كل ده هقول لك هيدي لك ايه. فنبدا من اول الزنك وميه، هتلاقيه بيديني حاجه اسمها نيتروزو بنزين. يبقى عمل كام خطوه ريدكشن؟ شال اكسجين، يعني عمل خطوه ريدكشن واحده بس. طيب زنك وامونيوم كلورايد هتلاقيه بيديني ان اتش او اتش اللي هو اسمه فينايل هيدروكسيلامين. طب هنا عمل كام خطوه ريدكشن؟ ده جه على دي كمان اللي هي كان اوريدي كان فيها خطوه ريدكشن، وكمان زود عليها 2 هيدروجين، يعني عمل خطوتين ريدكشن مقارنه من نيترو. طيب ولو زنك و اتش سي ال هيحول لي كمان، يشيل الاكسجين دي يحولها لي امينو، يعني هنا ده 3 خطوات ريدكشن على طول. طب ولو زنك صوديوم هيدروكسيد بقى بيحصل نوع من انواع الدايمريزيشن، فبيقوم يديني هنا حاجه اسمها هيدرازو بنزين، يعني 2 مولكيولز من الانيلين كانك جبتهم وخرجت منهم 2 اتش، فده اللي هو اسمه هيدرازو بنزين. طيب يبقى احنا كده شفنا تاثير التغيير البي اتش مع الميتال على نتيجه او على درجه الريدكشن اللي بتحصل.
عندي تفاعل بعد كده، تفاعل يعني لطيف قوي، اللي هو الستيب وايز ريدكشن. ايه الستيب وايز ريدكشن؟ ده لما بيبقى عندي اكتر من مجموعه نيترو في المركب بتاعي، وليكن ده ميتا داي نيترو بنزين، عن طريق استخدام املاح الصلفايد زي الامونيوم، امونيوم صلفايد، او زي الصوديوم صلفايد، امونيوم صلفايد ان اتش 4 كل 2 اس، وبالتالي الصوديوم صلفايد هيبقى ان اي 2 اس. تمام، الاثنين بيؤدوا نفس الغرض وبيبداوا يعملوا لي ريدكشن لمجموعات النيترو بالترتيب، مع كل مول يبدا هنا الاول عمل ريدكشن لمجموعه نيترو وبعدين للثانيه. طب المركب ده ما فيهوش مشكله، لكن لو انا عندي مجموعتين بقى نيترو وعندي في مجموعه ثانيه كمان، يعني لو انا عندي هنا مجموعه كمان زياده، فهو الاكزاكت ميكانيزم اللي بيحصل فيه، الترتيب اللي بيتم بيه، حد كان سنه 2011 كان عامل بحث، يعني قرات البحث ده، وبعدين هو قعد من خلال مشاهداته طلع شويه كونكلوجن، انا هقول لك بس اثنين منهم. يعني ازاي؟ قال لي لما بيبقى في مجموعه الكايل مع مجموعتين نيترو، في مجموعه الكايل، فمجموعه الالكايل دي بتخلي ان مجموعه النيترو الليس هندرد هي اللي يحصل لها ريدكشن الاول. تاني كده، في وجود الالكايل جروب مجموعه النيترو الليس هندرد، ليس هندرد يعني الاقل في الازدحام، الاقل في البالكنس اللي حواليها، زي ما انت شايف هنا مجموعه النيترو يمينها وشمالها فاضيين، لكن مجموعه النيترو دي لا، ما هي في من ناحيه هي في مجموعه ميثايل. يبقى مين الفيفورد انها يبدا بيها الريدكشن؟ اللي هي اللي تحت هنا، اللي هي في البار بتاع مجموعه الالكايل. وكونكلوجن كمان تاني، ان في وجود الاو ار او الاو اتش، المجموعه اللي بتكون اورثو للاو ار او الاو اتش زي ما حضرتك شايف في المثالين دول، هي اللي بيبدا بيها الريدكشن. ففي المثال ده مجموعه النيترو الاورثو لمجموعه الاو سي اتش 3 اللي هي الاو ار، يعني هي اللي بتبدا الريدكشن. هنا برضو في البيكريك اسيد مجموعه النيترو الاقرب للاو اتش هي اللي بتبدا الريدكشن. يبقى ده يا سيدي بالنسبه للستيب وايز، وانت ما فيش عندك الريجنت بتاع الامونيوم سلفايد او الصوديوم سلفايد او امونيوم باي سلفايد، حتى مش موجود في حته ثانيه في المنهج غير ايه؟ غير في هذا المكان فقط. تعال نشوف بقى سبيشال بريباريشن اوف سيرتن نيترو دريفاتيفز ازاي؟ يعني انا عايز احضر المركب ده من المركب ده، عايز احضر بارا نيترو تولوين، اسف، ميتا نيترو تولوين من البارا نيترو تولوين. يعني ايه ده؟ انت عايز تحضر المجموعه دي، عايز تلفها تجيبها هنا. طب تمام، تعال نشوف هيحصل ايه. اول حاجه هجيب البارا نيترو تولوين ده، ام و اتش، ايه ام و اتش دي؟ ده ميتال واسيد، يعني زنك و اتش سي ال، زنك و اتش سي ال، ماشي، يبقى ريدكشن، يبقى الـ N O2 هتتحول لإيه؟ هتتحول لـ NH2. عظيم جدا. طب ولو كنت جاي لك بعد كده على السهم أسيت AC2O اللي هو الأسيتيك أنهيدرايد، يبقى أنت كده توقعت إن هيحصل إيه؟ يحصل بروتكشن لدي ويديني NHCO CH3. مظبوط، جميل جدا. طب ولو عملت نيتريشن في الحالة دي، مجموعة النيترو هتدخل في أنهي مكان؟ هي المجموعة دي بتوجه أورسو بارا، فالبارا بتاعها مقفول، فيبقى الأورسو اللي هو ده أو الثاني طبعا. ومجموعه الالكايل الميثايل دي برضو بتوجه اورسو بارا، فالبار مقفول يبقى هنا، ولكن كلمه مين اللي تمشي الاقوى؟ وعشان ما تلخبطش نفسك افتكر ان الميثايل بتبقى دايما هي الاضعف يعني، فهنا اكيد دي كلمتها اللي هتمشي. يبقى النيترو جروب لما اعمل نيتريشن هتدخل في هذا المكان وهتديني اللي هو هتبقى في الميتا بتاع مجموعه الميثايل. خدت بالك احنا بدانا نقرب خالص للبرودكت اهو، يبقى انا فاضل لي بس اتخلص من المجموعه دي. طب ما تيجي الاول نشيل البروتكشن، اسيدك ميديوم بيزك ميديوم مش هنختلف، رجعت امينو تاني. طب هل الامينو انا اعرف اتخلص منها؟ اعرف اتخلص منها، لان انت في المحاضره بتاعت الدايزونيوم سولت لما تحاول دي الدايزونيوم سولت والتفاعل مع ايثانول بعد كده بيتم التخلص من مجموعه الدايزونيوم، وبالتالي افعل الاول مع سوديوم نيترايت و اتش سي ال ده اللي هو النيتروس اسيد ده اللي هو بيحول لي الامينو لدايزونيوم، اهي حولت لدايزونيوم. بعد كده اكيد يبقى السهم الاخير هيبقى فاضل عليه ايثانول عشان يديني الايه؟ تتشال دي كلها خالص ويديني الـ NO2 في الميتا بوزيشن زي ما انا كنت عايز بالظبط. طريقه جميله وحلوه، وبرده
يعني تخيلها بيبقى صعب شوية، فأنت لازم تفهم الفكرة بتاعتها علشان تبقى عارف تتعامل، عشان تبقى عارف يعني تتعامل مع التحويلات دي. طب تعال نشوف كده يعني حاجة تانية، النيترو بنزين عايزين نحوله الميتا نيترو كلورو بنزين. طيب ايه المشكلة؟ يعني ما انت هتقول لي على طول طب ما انا اعمل كلورينيشن هنا فدي بتوجه في الميتا فخلاص اديني برودكت اللي انا عايزه. لا، هي المشكلة هنا ان الكلورين كالكتروفيل ما هوش قوي بالدرجة انه يدخل في الحلقة دي اكتيفيتد، دي التفاعل هيبقى صعب قوي. فبالتالي انا عايز اتحايل على الموضوع، يعني انا يعني الدايركت كلوريشن هنا صعبة، فانا عايز اتحايل على الموضوع. طب ما تيجي انا اعمل نيتريشن. طب يعني هتقول لي هي النيتريشن سهله؟ اه ما انت واخدها في بدايه الفيديو اللي فات. ما هو النيتريشن انا اقدر اعملها لان هنا النيترونيوم ايون ده سترونج الكتروفيل، فاي نعم الحلقه هنا دي اكتيفيتد ولكن سترونج الكتروفيل هيقدر يقاوح ويدخل جوه الحلقه يعني. فهيديني الميتا داي نيتروبنزين، تمام الحلقه دخلت واداني النيتريشن الثاني. طيب لو ما اقول لك على السهم امونيوم سلفايد تبدا تستنتج كده على طول ان هيحصل ايه؟ اه ده هنا ستيب وايز ريدكشن اللي هو بيعمل ريدكشن لواحده ويسيب الثانيه، فهنفترض انه هيعمل ريدكشن لدي اهو تمام واداني الميتا نيترو انيلين. طب هل في طريقه احول الامينو لكلورو؟ اه عارف دي فين؟ دي في ان انا لما احول لدايزونيوم سولت اللي هو الصوديوم نيترايت و اتش سي ال، والدايزونيوم سولت ده عن طريق ساند مير رياكشن كيوبراس كلورايد و اتش سي ال ساند مير رياكشن، ده هتلاقيه في تفاعلات الدايزونيوم سولت في الفيديو بتاع الامينز، اخر فيديو بتاع الامينز. هتقوم ده على طول يقوم يحول الامينو لكلورين، وبكده انا قدرت ان انا احضر البرودكت اللي انا عايزه. وبكده نكون خلصنا النيترو كومباوندز، وان شاء الله باذن الله يكون الكلام يعني سهل وبسيط، وان شاء الله باذن الله يتذاكر بسهوله يعني. اكرمكم الله ووفقكم الله. شكرا والسلام عليكم.